يود أن يقوم بأعماله في أسرع وقت وبأقل جهد. احنا سعيدين كل السعادة على أننا نتحول إلى حكومة إلكترونية، وبالتالي هذا مطلب وجه به مولانا جلالة السلطان المعظم، وإحنا نتوقع كسفراء تغيير أن نجد الدعم من الإدارات الواعية، الإدارات العليا في وزاراتنا. هيئة تقنية معلومات مشكورة قامت بمرحلة أولية اللي هي قامت بإشراك جميع المؤسسات الحكومية حتى تساهم في عملية التغيير هذا، وهو المطلوب إن شاء الله. جزاهم الله خير المسؤولين في الهيئة تقنية المعلومات وعلى جهودهم الحثية حول ما يتعلق بتطوير هذه المنظومة للارتقاء بها يوم بعد يوم. نتمنى من جميع المؤسسات التفاعل من جميع الأفراد، وفي النهاية هو مشروع وطني، مشروع ذو فائدة، ذو انعكاسات وعائدات إيجابية كثير على الوطن بإذن الله تعالى. أدعو الجميع أن يؤمن إيمان تام بأننا كلنا رقميون بإذن الله تعالى. فيما يتعلق بإدارات التغيير، وهو كما معروف لدى الجميع بأن اتجاه الدول المتقدمة اتجاه إلكتروني رقمي ذكي، ونتمنى أن نكون إحنا في من ضمن صفوف هذه الدول المتقدمة في هذا المجال بإذن الله تعالى. كن جزءا من التغيير وشارك في إدارة التغيير وتحول إلى الحكومة الإلكترونية.